السلام عليكم. أدري طولت ما نزلت فيديو من زمان، لكن هذا مش موضوعنا. كيف تصنع الريلجك؟ مبروك عليكم يا الكونسول، نزل عندكم أبديت الرايزنج تايدز، فحاليا راح تبدأوا تصنعون الريلجك. أول شيء راح تحتاجون مساحة كبيرة في الكنان عشان تصنعون غرفة الدراي دوك. بعد ما تصنعون الغرفة راح تروحون عند الجهاز هذا تصنعون السفلون سية. راح ياخذ منكم ساعة وياخذ منكم موارد على حسب حجم الكنان. بعد ما تحط المواد تنتظر ساعة ويخلص معك، راح تاخذ القطعة، قطعة السفلون سية، وترجع للسفينة سفينتك. بعد ما ترجع للسفينة وتصنع السفلون سية في السفينة، راح ترجع راح تروح للكودكس وتفعل كويست الرايزنج تايدز. بعد ما تفعل الكويست راح تروح مرة ثانية للدراي دوك عندك في الدوجو، وراح تسوي انستال حق سفلون سية في الغرفة هذه. راح تطلع لك علامة يعني. بعد ما تسوي له انستال راح تبدأ تجمع قطع الريلجك. راح تطلع من الدوجو وراح تدخل ميشن. الميشن عبارة عن نفس الديفنس. هذه أول قطعة حق الريلجك. بعد ما تأخذ القطعة راح ترجع مرة ثانية للدوجو وتحط القطعة، وبعدها راح تبدأ تجمع الموارد. طبعا اللعبة ما راح تبين لك شو الموارد اللي انت محتاج منها ولا وين راح تحصلها، فأنا جبت لكم الشرح. القطعة الأولى راح تحصلها في كوكب يوروبا من هذا الميشن، راح يكون أسهل بالنسبة لكم، وأنصحكم تستخدمون نيكروس ويكون عدد أعضاء الكلان متواجدين في نفس الميشن عشان تخلصون تجمعون الموارد بشكل أسرع. القطعة الثانية راح تحصلها في كوكب سيرس في الميشن هذا، ومثل ما ذكرت لكم الشخصية وعدد أعضاء الكلان مهم في تجميع الموارد. القطعة الثالثة راح تحصلونها في كوكب الأرض، راح تبدأ تكسر الأحجار عشان تحصلون القطعة الثالثة. أسهل لكم الموضوع، العلامة اللي باللون الأحمر راح تحصلون فيها القطعة، نفس العلامة اللي قدامي الحين باللون الأحمر حصلت فيه القطعة، وأنصحكم تستخدمون دبل ريسورس عشان تحصلون كمية المطلوبة بسرعة. أما بالنسبة للقطعة الرابعة راح تروحون تستخدمون نفس الطريقة لكن في فورتونا، راح تروحون فورتونا والعلامة الحمراء كذلك بتحصلون القطعة الرابعة. بس للتذكير، القطعة الثانية راح تحتاجونها دبل الكمية، لأن مثل ما قلت لكم راح تستخدمون الموارد يعني 6 قطع راح تصنعونها. القطعة الأولى راح تحتاج المورد الأول بس، القطعة الثانية والثالثة راح تستخدمون المورد الثاني، القطعة الثالثة القطعة الرابعة راح تستخدمون المورد الثالث، القطعة الخامسة والسادسة راح تستخدمون المورد الرابع. فحاليا عرفتوا كمية الموارد اللي لازم تجمعونها وتكونوا مستعدين عشان تصنعون الريلجك. بالنسبة ان متى راح تبدأ تلعب بالريلجك، بالنسبة لهالكونسول راح تنتظرون الابديت الجاي عشان تلعبون بالريلجك. اما بالنسبة لهالبي سي فاحنا ابتدينا نلعب الريلجك. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والنشر والاشتراك، وإن شاء الله راح نرجع ننزل فيديوهات لكم ونفتح بثوث.